هو كل الشيء اللي كنت نحكي عليه، يعني عماد المنياوي، خروج بوبكر ديارا ودخول عماد المنياوي ليأخذ هو شارة القيادة حتى في نجم المتلاوي. ومحليها الكرة يعني بين انهم لاعبي يخلي يعني كان الاثر الايجابي في جماهير الفرق والفريق اللي كان يلعب فيه، واكيد عماد المنياوي واحد من اللاعبين هذو. ما تشرش بحد شيء هذيك بالحق، معناتها مش لغه ولا حاجه، ما تشرش بحد شيء. اعطيني في اي جمعيه في اي بلاد ولا اي واحده، معناتها كان معناها لي ليجوند، معناتها الحمد لله يا ربي مانيش ليجوند ولا مانيش انت الجمعه الفاتة ولا قبلها، معناها عبد النور لك بحذاي من عبد النور، معناها كاليبر كبير على الاخر، معناتها شنو ما لعبت انا قدام عبد النور ولا الاولاد. اما ثم حاجات تمس كي تبدا محبوب في الشارع حتى راهو من جماهير تونس الكل نمشي معناتها البلايص الكل، معناتها الحمد لله يا رب. الاحساس اللي يحسه لاعب وقتها، سامحني نقول لك فما لاعبين يمكن ما تنجمش حتى تكمل من الحب والاحساس اللي حسوا هذا لحظه ذي عاش المرحوم الاسعد الورتاني زاد في يوم من الايام وما نجمش يكمل الماتش. انا وقتها ما ربع ساعه تقريبا، ربع ساعه معناتها بالحق مش معناتها ربع ساعه وخسرين في بولتوح وقتها مع وربحين 3-1 الفريق، معناتها مش شفت تعمل لك مشكله، معناها حتى العباد الاخرين معناتها كيما متلوي بالحق، معناها حتى عندها فضل كبير علي ما نحبش الناس تغشش، اما النادي الافريقي معناتها حب كبير برشا متلوي هلو جينا الحفره سماوها